عدون صولي يا عبد الرزاق. يا ليت
شيء بقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. هي أول مباراة، تعرف المباريات المنتخب ما إيش اسمه ده ما يكون محافظ على مواعيده، يعني وصول بعض اللاعبين متأخرين ومشاكل بين الإداريين، فصعب إنه ترى المنتخب يثمر لك في الملعب يعني أو يعطيك نتيجة في الملعب، لأنه قبل اللقاء يعني مشادات كلامية بين الإداريين وتقصير صراحة من بعض اللاعبين في المواعيد والإداريين، فصعب زي ما قلت لك، يعني صعب جدا إنه تجي تبحث عن نتيجة في ظل هذه التوترات اللي صايرة بين الإداريين واللاعبين. جميل جدا. من وجهة نظرك كابتن حسين، هل ترى أن تغييرات مدرب منتخب نيجيريا في هذا اليوم لم تكن في محلها؟ والله عاد الخطأ جزء من اللعبة، بس أما كون التغيير اللي صار مع سلطان هزازي حقيقة تغيير خاطئ تماما، يعني أحمل المدرب حقيقة على هذا التغيير، وعاد هذا حال الكورة أخطأ فيك. وسعد أيامك إن شاء الله، وفوز بالأمانة نستحق الفوز. جميل جدا كابتن، شاهدنا المنتخب المالي بنظرة مغايرة، لم نشاهد المنتخب المالي بهذا المستوى في أي نسخة من نسخ بطولة الجاليات، يعني كيف حضرت لهذا الموسم كابتن؟ والله احنا تكلمنا مع بعض واللعيبة وعدوني إن شاء الله إنهم بيجيبوا 3 نقاط، وكانوا قد المسؤولية، بس شوية كذا الشوط الأول شوية ما كانوا مركزين، بس الشوط الثاني تكلمنا مع بعض ووعدوني بال3 نقاط، واشكر انا جميع اللاعبين. جميل كابتن، كيف ستكون تحضيراتك للمباريات القادمه؟ هذه اول مباراه للمنتخب المالي، تبقت مباراتين في الدور التمهيدي. والله حتكون ان شاء الله افضل من المباراه هذه باذن الله. احنا نحاول اننا نطور من انفسنا اكثر، لانه المباراه هذه اكتشفنا فيها اخطاء كثيره، وان شاء الله نحاول نصححها.